جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, Majelis Hakim, serta hadirin pencinta Al-Quran.